اسمحي لي أن أتحول إلى أيضا دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية معنا من القدس. أيضا مشاهدات دانا بأنه من القدس المحتلة وحتى عسقلان كان هنالك حرائق مندلعة، إذا الصواريخ مستمرة في السقوط، كيف هو الوضع وآخر ما لديك في هذه العملية دانا؟ نعم، منذ ساعات الصباح الباكرة شهدت مدينة القدس 7 رشقات صاروخية حتى اللحظة سقطت في أراضيها في شمالها وغربها، وعلى إثر ذلك دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس، وكنا قد استمعنا إلى صفارات الإنذار هذه، ومن ثم استمعنا إلى صوت الانفجارات في محيط مدينة القدس. في هذا الصدد كان هنالك 9 إصابات في صفوف المستوطنين في مدينة القدس وحدها، هذا يعني أن الصواريخ التي سقطت لم تسقط في أراضي مفتوحة أو زراعية، بل أن كان هنالك استهداف معين سواء لبنايات سكنية أو حتى للمارة في الشوارع مدينة القدس ومستوطنات مدينة القدس. لذلك نتحدث عن 9 إصابات، 7 من هذه 9 هي إصابات حرجة، كانوا قد نقلوا إلى مستشفى هداسة عين كارم، وعلى إثر ذلك أيضا تم إغلاق جميع الحواجز والمعابر الجاثمة على أراضي مدينة القدس، نتحدث عن 12 حاجز تم إغلاقهم بوجه الفلسطينيين سواء لحملة الهوية المقدسية أو لحملة الهوية الفلسطينية. نتحدث وتحديدا في المنطقة الجنوبية ما زال الإغلاق سيد الموقف في حاجز النفق ومعبر 300، وهي المنطقة الأقرب لسقوط الأجسام الصاروخية هناك، والتي شاهدنا أعمدة الدخان تنطلق في القرب وبالقرب من حاجز النفق، لذلك هذه الحواجز ما زالت مغلقة. كذلك الحال لحاجز قلنديا وهو أكبر الحواجز العسكرية الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية شمالا، تم إغلاقه حتى اللحظة. تم إعادة فتح حاجز الزعيم و حواجز أخرى، ولكن الحواجز والمعابر الرئيسية ما زال الاحتلال يغلقها. في آخر التحديثات والتطورات الميدانية نتحدث عن البيانات الرسمية، مصادر الإعلام العبرية تتحدث عن أرقام مخالفة لما تنقله للبيانات الرسمية. البيانات الرسمية تؤكد وجود ما يزيد على 545 إصابة في صفوف مقاتليها ومستوطنيها في مستوطنات سواء غلاف غزة أو في مستوطنات القدس وتل أبيب. نتحدث أن هذه الإصابات في منها 70 إصابة حالة حرجة وخطيرة، هذا يعني أن أعداد القتلى من المرجح أن ترتفع. إسرائيل رسميا ووفق بيانات جيش الاحتلال كانت قد اعترفت بمقتل ما لا يقل عن 20 إسرائيلي. القناة الثانية عشر العبرية كانت قد تتحدث عن 22 من القتلى في صفوف الإسرائيليين ويزيد على 70 من الإصابات الحرجة، ولكن هذه الأعداد هي أعداد كبيرة جدا مقارنة دائما في إصابات يعني الصفوف أو في صفوف الاحتلال الإسرائيلي مقارنة في إصابات الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة. دانا صحيح، يعني حسب أيضا كما أوردتي أنه بوسائل الإعلام الإسرائيلية وتحديدا بالقناة 13 ومسؤول طبي إسرائيلي يتحدث بأنه حتى هذه اللحظة عدد القتلى كبير نستطيع حصره إلى الآن، وأيضا عشرات الجرحى إن لم يكن مئات في المستوطنات والتي تصل إلى مستشفى في بئر السبع. إذن الأعداد كما تشيرين هي أكبر بكثير مما يصرح عنه العدو الإسرائيلي. هل مردها إلى الاستهدافات للصواريخ أتت في مستوطنات بعينها، وهل في إعلان عن هذه المستوطنات بكثافتها دانا؟ نعم، دعينا نقول أن معظم هذه الإصابات وخاصة الحرجة منها سجلت في المناطق وفي المستوطنات القريبة من غلاف غزة، وذلك بسبب هذا القرب والاستهداف المباشر من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية في الرشقات الصاروخية للمستوطنات الجاثمة على الحدود مع قطاع غزة. عدا عن ذلك أعداد القتلى الذي رفع نسبة عدد القتلى هي الاشتباك المسلح من نقطة صفر والذي تسلل إليه مقاومون فلسطينيون داخل مستوطنات قطاع غزة. لا. الإعلام العبري والجيش الإسرائيلي يقول حتى اللحظة عناصر الأمن الإسرائيلية لم تستطع السيطرة على المناطق التي استولى عليها المقاومون الفلسطينيون. نحن نتحدث عن 14 موقعا تسلل إليه مقاومون من فصائل المقاومة الفلسطينية وتمكنوا من الدخول إلى مقر للشرطة الإسرائيلية،
والاستحواذ على مركبة تابعة للشرطة الإسرائيلية من الوصول إلى كيبوتس، يعني هذا تجمع استيطاني داخل هذه المستوطنة، أو يعني وكأنه كومباوند تجمع سكاني هناك، تم السيطرة عليه من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. عدا عن ذلك تقول بيانات جيش الاحتلال بأن هنالك بلدات في جنوب البلاد، وهي تتحدث أيضا عن الحدود الشرقية والحدود ما بين إسرائيل وغزة، تم السيطرة عليها وإعلان النصر لحركة حماس فيها منذ اللحظة الأولى لدخولهم، وذلك بسبب يعني إلزام المستوطنين بيوتهم في هذه المنازل خوفا من ارتفاع عدد القتلى. إذا في العودة إلى سؤالك، أعداد القتلى ارتفعت نسبتهم بسبب الاشتباك المسلح من نقطة الصفر ما بين عناصر أمن إسرائيليين وبين مسلحين كانوا قد دخلوا إلى مستوطنات غلاف غزة، وهذه الأعداد أيضا زادت بسبب وصول هذه الصواريخ إلى مدى أبعد. وتتحدث فصائل المقاومة الفلسطينية بأنها استطاعت الوصول إلى ما يزيد على 40 كيلومترا في الداخل الفلسطيني. هذا يعني استخدام صواريخ بعيدة المدى عدا عن الصواريخ التي عادة ما تستخدم في للمناطق القريبة من الحدود. القبة الحديدية تم تفعيلها في تل أبيب، رحوفت أيضا نالها نصيبها من هذه الرشقات الصاروخية، وكان هنالك أعمدة الدخان التي انطلقت من مصنع هناك، وهذه المنطقة الصناعية المعروفة بالقرب من تل أبيب. لذلك الجيش الإسرائيلي وبإعاز من المنظومة الأمنية العسكرية كان قد أعلن عن تعطيل الدوام غدا، سواء في الشركات كعمل الدوام كعمال، وكان هنالك تعطيل في العملية التعليمية أيضا ليوم غد في مستوطنات غلاف غزة، في غوشدان وهي مستوطنة في تل أبيب، وفي القدس أيضا، وذلك بسبب استمرار هذه الرشقات الصاروخية التي ما زلنا نسمع صدى صوتها في سماء العاصمة المحتلة.